لازلنا ندعو ونحث ومن منطلق واجب أخلاقي والديني أبناء قريتنا الصغيرة في حجمها الكبيرة بعطائها للمشاركة الفعالة والمؤثرة في المسيرات التي تعلن عنها الحركة وتقديم باقات العهد والوفاء لشهدائنا الأبرار ورموزنا الأبطال ومن أجل تقرير المصير وبلوغ وتحقيق الهدف المنشود الذي لن نحيد ونستكين دون الوصول إليه ونيله دعوة سنظل نكررها دون كلل وملل ونحث عليها دون إلزام أحد بتنفيذها وللطرف الآخر مطلق الحرية في قبولها أو رفضها ونتقبل الانتقادات بصدر الرحب شريطة أن تكون بفناءة ومحترمة وتصب في مصلحة القضية ودون الإسلام والتطاول والتجريح كما لا يسعنا في هذه العجالة أن نرفع القبعة إجلالا وإكبارا لحرائر قريتنا العزيزة على مشاركتهن الفعالة والمؤثرة في المسيرات والتجمعات فالقلب يقف حائرا في وصف كلمات الشكر والثناء ويعطاهن حقهن في ذلك فضرهم شاغلهن الكثيرة وما يترتب عليها من نفخ وطبخ وإدارة شؤون البيت وتحمل أعباء الجوار الصعبة إلا أنهن أبين بفعالية في المسيرات والتجمعات وأثبتن أنهن الرقم الصعب في تحقيق النضال والجهاد وأحرجن النظام بثباتهن وصمودهن الأسطوري الذي تعطى الوفاء والخيال